هذاك أنا اسمه الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية.